بثلاثية نظيفة فاز الأهلي على القطن الكاميروني في الجولة الأولى المؤجلة في دوري المجموعات، يضع الأهلي قدما نوعا ما في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ولكن ينتظر نتائج المباريات القادمة والجولات القادمة. حلقة النهاردة في كتفك يا أهلي من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس هنلقي الضوء على تفاصيل مهمة جدا. أولا مباراة الأهلي والقطن، فرص التأهل، المباريات القادمة، إيه هي المباريات الحاسمة في مسألة التأهل خلال الفترة اللي جاية. كل ده تابعونا من خلال هذه الحلقة مع زميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الفل يا محمد، مساء الفل لكل متابعي يلا كورة وبرنامج في كتفك يا أهلي مع جي ال سي، شركة الانترنت الأولى في مصر. النهاردة نادي الأهلي، المهم الثلاث نقاط. أكيد طبعا كلنا أمانة بدون استثناء كلنا مش مبسوطين من الأداء، ولكن بشكل عام كفريق ككل، ولكن مبسوطين من ان الفريق وصل النقطة الرابعة قبل السفر لبريتوريا، لان يعني واضح جدا جدا احنا في خلال السنوات الاخيرة محمد دور المجموعات بقى كوبي وبيست، زي ما الدوري المصري كده كوبي وبيست، فقصدي احنا كل سنة في نفس الدائرة في الدوري، في نفس الدائرة في دوري الابطال. نادي الاهلي مهم جدا جدا ان احنا زي ما انت كده متفضلت وقلت نأمن بطاقة التأهل اول وتاني، نبقى نشوف بقى ايه بعدين، مش هتفرق بعد كده، لكن المهم ان احنا نتأهل. وطبعا عشان التأهل ده كان لازم نروح ماتش بريتوريا واحنا يعني معنويا احسن. احنا للاسف خسرنا 5 نقاط، عارف لو تعادلنا مع الهلال في السودان كانت الدنيا فرق كتير، بقت احسن بكتير، احسن يعني، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. واحنا النهارده رايحين بريتوريا يوم السبت الجاي ان شاء الله في مباراه بتمثل عنق الزجاجه للنادي الاهلي في مشواره الافريقي السنه. طيب فقره السبوره هنتكلم في كل التفاصيل الفنيه، لكن طبعا الفقره دي تحديدا هنتكلم اكتر كناحيه خبريه او معلومات عن المرحله اللي جايه. اولا فوز ب3 اهداف، نعم، كمجمل الاهداف مهم، لان طبعا الاهداف عنصر مهم بعد المواجهات المباشره. اكيد اكيد هتفرق معانا في نهايه بقى بعد الجوله السته، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان شاء الله ان احنا ما نحتاجش لحسابات بعيده عن حسابات النقاط. واحنا عايزين نقول حاجه مع النهارده، انا ومحمد هنفصص لكم كل الاحتمالات الواردة للنادي الاهلي في ماتش سان داونز. صحيح، ماتش سان داونز احنا لو تفتكروا اخر حلقه احنا اتفقنا قلنا اهم مباراتين جايين في المجموعه دي الاهلي سان داونز والاهلي بريتوريا، والهلال وسان داونز في السودان. هم دول الماتشين اللي على اثرهما سيتحدد شكل المجموعه. محمد من شويه قال لي معلومه، يعني احنا بندردش قبل ما نسجل، ان مهم قوي ان الاهلي يبقى في بريتوريا وهو عارف نتيجه الهلال والقطن. المباراه هتتلعب يوم الثلاث وسط الاسبوع بعد رفض نادي القطن ان هو يعني يأجل للسبت الجاي. اهم احتمال او اهم حاجه نتمناها من ماتش سان داونز يا محمد ان الاهلي يكسب. في حاله نادي الاهلي كسب يا جماعه، بصوا خلي بالكم احتمالات غريبه جدا. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني بدون مقاطعه اذا فاز في بريتوريا نسبه تصدره للمجموعه بيصل لفوق 90% بعد كل اللي انتوا بعد كل اللي شفناه ده بعد كل اللي احنا شفناه ده في اول دور المجموعات. لو النادي الاهلي ان شاء الله كسب سان داونز في بريتوريا نسبه تصدره للمجموعه بتتعدى 90%. حد هيقول لي ليه؟ نشرحها بقى يا محمد. قول لي بقى نبدا دلوقتي. سان داونز عنده كام نقطه دلوقتي؟ 7 نقط. حلو. والهلال 6، والاهلي 4 نقط. اكيد نادي الهلال بنسبه تفوق ال 99% هيكسب القطن يوم الثلاث اللي جاي. تمام، كده الهلال وصل ليه 9 نقاط. النادي الاهلي لو كسب سان داونز في بريتوريا يبقى النادي الاهلي هيوصل ليه 7 نقاط، وهيظل رصيد سان داونز 7 برضه 7. هيبقى كده النادي الهلال هو متصدر المجموعه 9 7 7 والقطن 0، والاهلي مركز ثاني بفرق المواجهات المباشره، فرق المواجهات المباشره عن سان داونز بالظبط كده. تمام هنروح للجوله الخامسه. لو احنا بنكمل على الاحتمال اللي احنا بنقوله ده هنروح للجوله الخامسه. النادي الاهلي هيروح للقطن في الكاميرون، وسان داونز هيروح للهلال في السودان. مباراه الاهلي مع القطن هتبقى يوم جمعه. ايوه، مباراه سان داونز مع الهلال في السودان يوم سبت. ده اكيد، دي مواعيد رسميه. خلاص دي مواعيد رسميه، يبقى النادي الاهلي هيلعب قبليهم. النادي الاهلي يكسب ان شاء الله، والمفروض يعني منطقيا طبعا شفنا ان في فجوه الله. في فجوه فنيه عندنا كابتن فريق سان داونز يا جماعه مواليد 97، ففي فرق خبرات كبيره جدا. يعني اللعيبه كلها صغيره في السن، وهم واضح جدا جدا النادي القطن بيحاول يطلع لعيبه صغيره عشان يبيعها ويبدا ياخد فلوس. طيب فالنادي الاهلي ان شاء الله يكسب القطن
يوصل للنقطة 10 وصن داونز عنده موقعه الهلال هيلعب مباراة تأهله خلاص موضوع منتهي. فبنسبة فوق نصي صن داونز بيلعب بكامل تركيزه مع الهلال يبقى في احتمالين لصن داونز يكسب أو يتعادل. طيب صن داونز كسب هيبقى 10 زي الأهلي يبقى هنا 10 10 والهلال 9 والهلال 9. طيب يتعادلوا هيبقى الهلال 10 الهلال 10 والاهلي 10 10 وصن داونز 8 8 صن داونز اتغلب هيبقى الهلال 12 وصن داونز 7 والاهلي 10. في كل الاحتمالات الاهلي يكسب الهلال هنا في مصر 1-0 يتاهل يتأول يتاهل الاول يبقى طريق الاهلي للصداره والتاهل الفوز على صن داونز في بريتوريا في بريتوريا تكسب في بريتوريا نسبه حصولك على صداره المجموعه مهما كانت شوف مهما كانت نتائج صن داونز والهلال مع بعض مهما كانت النتائج مش تفرق معاك هتكسب في بريتوريا يبقى انت او تكسب الهلال 1-0 انت خدت صداره المجموعه فده الاحتمال اللي كلنا طبعا اكيد بنتمناه نروح للاوبشن بي وهو انك ترجع من بريتوريا بنقطه اتعادل تعال ساعتها استاذ محمد كده بقى الصن داونز كام هيبقى صن داونز 8 والاهلي 5 وطبعا احنا مفترضين ان الهلال هيكسب كده هيكسب القطن في السودان تمام يبقى كده صن داونز يبقى الهلال متصدر 9 نقاط صن داونز تاني ب 8 نقاط والاهلي ثالث ب 5 نقاط جوله 5 الاهلي هيروح للقطن زي ما قلنا وصن داونز راح للهلال ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب الاهلي كده بيصل للنقطه 8 زي صن داونز صن داونز عنده هنا مواجهه محفوفه بالمخاطر أكيد. هو مش ضامن لسه مفيش كله متشعلق في الهواء مفيش حاجه 9 8 8 صن داونز كسب هيوصل للنقطه 11 ويبقى الهلال 9 والنادي الاهلي 8 وبالتالي النادي الاهلي كده في الجوله الاخيره هيلعب على احتمال واحد يكسب. ان هو يكسب عشان يتاهل بس مش هياخد الصداره لان مليون في الميه صن داونز هيكسب القطن في الجوله الاخيره وبالتالي يبقى الصداره محسومه لصن داونز يبقى صن داونز لو نجح في التعادل مع النادي الاهلي في بريتوريا بنسبه كبيره جدا 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 يبقى صن داونز هو المتصدر بس ماتشه مع الهلال مش هيبقى ضامن ما يخسروش مش هيخسروا وركزوا في كلام محمد ده جدا عشان الاحتمال التالت اللي احنا هنقوله دلوقتي صن داونز الاحتمال الاول احنا قلنا الاهلي يكسبه في بريتوريا او يتعادل معناه انه هيروح السودان يلعب بجديه وحط تحتيها مليون خط موضوع محسوم يعني مش هيفكر في اللي ممكن يفكر فيه في الاحتمال التالت اللي هنقوله دلوقتي طيب الاحتمال التالت ان الاهلي لا قدر الله يخسر في بريتوريا طيب لو خسر ساعتها هيبقى صن داونز ناس كتيره بتقول ان لو الاهلي خسر في بريتوريا خرج رسميا من البطوله الاجابه رسميا لا بس غير رسمي اشرحها نشرح بقى وانا هسال محمد هنعكس بقى هنا انا اللي هساله محمد هو اللي هيوضح طيب في الاحتمال ده بالذات احنا كده هنروح الاهلي كده هيخسر الهلال هيكسب يوم الثلاث مع القطن يبقى هيوصل النقطه 9 يبقى كده احنا اصلا متفقين الهلال هيوصل النقطه 9 مفيش اي مشكله اكيد النادي الاهلي قدر الله يخسر يوم السبت الجاي يبقى هيظل اربع نقاط وصن داونز يوصل 10 نقاط يبقى 10 9 4 وباقي مباراتين جولتين النادي الاهلي منطقيا هيكسب القطن في الجوله الخامسه يبقى هيوصل النقطه 7 صن داونز بيلعب الهلال يا استاذ محمد في السودان والاهلي وصل بعد الجوله الخامسه لسبع نقاط بس يبقى هيعمل ايه طيب الجوله دي المفروض صن داونز هيلاعب الهلال في السودان نعم صن داونز رايح وعنده 10 نقط بالظبط والهلال عنده 9 نقط سمع. افضل نتيجه لصن داونز لضمان التاهل انه يخسر من الهلال صح افضل نتيجه لصن داونز انه يضمن التاهل انه يخسر من الهلال ليه الهلال هيبقى 12 ضمن التأهل وصن داونز هيبقى 10 ضمن التأهل ليه؟ لأن في المواجهات المباشرة مع الأهلي اتعادل في القاهرة وكسب في جنوب أفريقيا صحيح. وبالتالي آخر جولة ليس لها قيمة رغم أن الأهلي ساعتها هيكون وصل مثلا 7 نقط بعد ما الفوز على القطن الكاميروني فبالتالي حتى الأهلي لو كسب الجولة الأخيرة على الهلال هنا في القاهرة وبقى 10 نقط وصن داونز آخر جولة مع القطن الكاميروني وخصم القطن الكاميروني برضه تأهل تاني والهلال الأول ولو انت سألت اي مسؤول في صن داونز تطلع
اول المجموعه ولا تطلع تاني المجموعه والاهلي يخرج؟ هيقول لك اطلع تاني المجموعه والاهلي يخرج. ليه؟ لان هو بالنسبه لهم النادي الاهلي بيتحول، الفرقه دي بتتحول لوحش اول ما بنروح لمرحله النوك اوت. هم عارفين كويس الاهلي في دور المجموعات حاجه، في دور النوك اوت صحيح حاجه ثانيه. طيب اذا الاهلي خسر لا قدر الله وبقى اربع نقط، نعم، وقلنا ساعتها ان سان داونز هيبقى 10 نقط والهلال 9 نقط، في احتمال بسيط جدا ان الاهلي يتاهل. ان الاهلي يتاهل طبعا. هيبقى ازاي يا كريم؟ نشرحه بقى. الاحتمال الوحيد ان النادي الاهلي يتاهل وصيف طبعا للمجموعه في حاله لا قدر الله انه خسر كمان من سان داونز، انه يكسب القطن والهلال، يبقى كده وصل للنقطه كام؟ 10 نقط. نادي الهلال هيبقى مطالب ان هو حاجه من اتنين، لا يتعادل مع سان داونز في السودان، يبقى كده وصل نقطه كام؟ 10، بس بشرط الاهلي في الجوله الاخيره يكسب 2-0، يبقى ساعتها يبقى الاهلي 10 والهلال 10، فالاهلي كده خلاص بالمواجهات المباشره يتاهل على حساب الهلال، على حساب الهلال. طيب بس لازم سان داونز والهلال يتعادلوا. يتعادل. طيب او طيب لو سان داونز كسب الهلال هناك تبقى سهله، يبقى الاهلي سهلة. يكسب في الجوله الاخيره يصعد بفارق نقطه وياخد الوصيف بالظبط. بس دي كل الاحتمالات اللي انتوا ممكن تتخيلوها لمشوار النادي الاهلي ان شاء الله بدايه من يوم السبت الجاي، ونتمنى نخرج من كل الحسابات دي والكالكوليتر وكل آلات الحاسبه بين النادي الاهلي يا محمد ان شاء الله يحقق الانتصار ويخرجنا من كل الدايلاما دي. طيب خبرين كده بسرعه بخصوص السفر. الاهلي هيلعب مباراه المقاولين يوم الثلاث، نعم، الجهاز الفني فضل ان اللعيبه تروح، ويوم الاربعاء يبقى في تمرين الصبح، وبعد كده يسافروا حوالي الساعه 2 الظهر الى بريتوريا. نعم. الحاجه الثانيه كمان، الحكم اللي هيدير هذه المباراه حكم خبراته مش كبيره، حكم سنغالي اسمه عيسى صا، كان دايما حكم رابع بينزل مع ماجيت نداي، وادار لو كلكم فاكرين مباراه الزمالك وبلوزداد في القاهره. اوكي. دي النقطه الوحيده اللي ممكن تخوفني من طاقم التحكيم في مباراه سان داونز والاهلي، حكم مش خبره، مش من الصف، صف ثاني يعني، درجه ممتازه او الحاجه يعني الصف الاول. في كل الاحوال نتمنى ان شاء الله ان احنا نلعب مباراه كويسه، وان احنا ان شاء الله نرجع بالثلاث نقاط. وانا في وجهه نظري ده هيبقى افضل اعتذار من لعيبه النادي الاهلي لجماهيرهم عن البدايه السيئه وخساره 5 نقاط في اول جولتين. طب يلا بينا على فكره سبوره، يلا بينا نروح لفكره سبوره والتحليل الفني مع كريم، يلا بينا. طيب ودلوقتي معادنا مع فقرة السبورة، ونشوف طريقة اللعب التغييرات أداء الأهلي أمام القطن الكاميروني مع كريم سعيد. كريم طبعا السبورة، وعندك كلام كتير قوي النهاردة على مباراة الأهلي والقطن والفوز بثلاثية. تاني بأكد أن طبعا كلنا متفقين أن كان أهم حاجة الثلاث نقط بصراحة، يعني أكيد الأداء ما كانش أفضل حاجة، والنتيجة أكيد تبقى خدعة لأي حد ما يكونش اتفرج على المباراة، وجمهور النادي الاهلي يعني بيامل في اداء افضل من ده. ولكن يعني خلونا نتكلم عن بعض النقاط الكويسه الايجابيه اللي انا في وجهه نظري مهم جدا جدا في الوقت الحالي يا محمد، ان احنا نشحن اللعيبه ايجابيا بصراحه، خصوصا ان احنا رايحين لاهم مباراه في وجهه نظري في الوقت الحالي النادي الاهلي، وهي ليس مباراه المقاولين زي ما قلت في الفقره الاولى، ولكن هي مباراه سان داونز. مباراه الموسم. طبعا مباراه سان داونز هي ايه يعني عنق الزجاجة لمشوار الأهلي في أفريقيا. زي ما قلنا عندك 2 أوبشن، أحلى أوبشن إنك تكسب، الأوبشن الأقل منه إنك تتعادل، أسوأ أوبشن ما نتمنهوش إن أنت ترجع بالهزيمة لا قدر الله من بيرتوريا. النهاردة كولر لعب القطن الكاميروني طبعا بضغط عالي، وطبعا أي حد فاجع القطن قدام الهلال قدام سان داونز عارف إن الفريق صغير في السن، زي ما قلنا أكبر لاعب عندهم يعني كابتن الفريق مواليد 97، فطبعا فريق يعني شاب، فريق صغير في السن، ضمش خبره، طبعا تحركاته حتى في ملعب عشوائيه للغايه، مش منظمين، عندهم مساحات فارغه. وبصراحه انا بشوف ان الهدف الاول اللي جابه محمد شريف قضى على المنافسه، على التنافسيه في المباراه، ولعيبه الاهلي حسوا ان الموضوع ايه ده، الموضوع سهل. انا عايز اتكلم على حاجتين. تكتيك النهارده عامله مارسيل كولر في حته ان هو اعتمد على الجبهه اليسرى بشكل واضح جدا في الشوط الاول وفي نقطه تفريغ المساحات، هي ربما تكون طريقه كلاسيكيه الاهلي، يعني دايما بحب الاهلي يا محمد يلعب من العمق ويلعب على الارض، انا بحب على المستوى الشخصي ده، لكن هي في الاخر فكره نجح منها النادي الاهلي ان هو يخترق دفاعات
وجاب منها كذا مره وجاب منها هدفين، جاب منهم الهدفين الاول والثاني. ببساطه كانت الفكره في حته ايه، ان هو حط طاهر لاول مره بنشوف كولر بيفتح يعني المساحه وبيعمل ستريتش للعب لغايه لما يحط الجناح بتاعه على الخط. وكان واضح جدا 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 ان طاهر محمد طاهر استلامه للكوره مش من الداخل، استلامه من خارج الملعب بالظبط، بيستلم عند خط الملعب. وببساطه طبعا احنا عارفين وانس ان الجناح استلم ده كان على طول علي معلول بيعمل الاوفرلاب في المساحه اللي ما بين الفول باك بتاع نادي القطن الكاميروني والمساك عشان يقدر ياخد المساحه دي كلها لنفسه ويقدر يخترق. والنادي فعلا بصراحه الحته دي استحوذ عليها تماما 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 طول الشوط الاول، ونجح ان هو يجيب منها هدفين. الاول طبعا لما طاهر محمد طاهر استغل ان طبعا ان هنا الفول باك لما بيلاقي علي معلول عامل الزياده العدديه وعامل اوفرلابنج لازم هو يبدا يغطي عليه. فطبعا هو هيبقى عنده خيارين، لمسك طاهر لمسك هنا، خصوصا كمان ان سرعات القطن يا محمد تدهمش المساحه ان هم يقدروا يقفلوا المساحات قدام لعيبه النادي الاهلي الافضل في المهارات الفرديه منهم. وبالتالي طاهر كان واخد المسافه دي وبيجري بالكوره لغايه هنا اهو. وطبعا اللعبه الشهيره لوانس ان انت وصلت الحته دي رجع الكوره باص لبره للخلف الباك باس عشان اي حد جاي من ورا بيبقى مساحته ورؤيته للمرمى افضل بكتير. فاتعملت كذا مره شفنا كتير قوي 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 ان الاهلي فعلا قدر من خلال الطريقه دي طيب يجيب هدفين. الجزئيه دي هل تحرك تاو مع محمد هاني ما ادتلوش المساحه ان يعمل نفس الواجبات اللي قام بيها معلول مع طاهر؟ اعتقد واجبات تاو طبعا انا ما شفتش بيرسي تاو بيستلم الكوره من على الخط كتير. بيرسي تاو كان دوره ان هو بيخش ليه عمق الملعب لمساعده القندوسي. القندوسي النهارده كان عنده واضح جدا جدا ان كان كولر مديله فري رول واضح، انت صانع اللعب انزل، يعني ما عندكش حته محدده تلعب فيها. شفنا قندوسي في اوقات كتيره بيبقى ثالث في خط الوسط، شفنا بيبقى بلاي ميكر، شفنا ساعات بيتطرف، وحتى تفتكر ايام فوق الصيف كان برده عنده نفس الحريه. بس حلاوه قندوسي النهارده الرؤيه بتاعته كويسه جدا وبيبص كويس وعامل سكاننج للملعب بشكل كويس. شفنا كمان قراره سريع، يعني انا باخد الكوره بفكر. وشيء مهم اللمسه، قندوسي لمسته جماعيه. شفت قريت اللي عنده جماعيه مش لمسته بس، جمسته جماعيه. يعني ايه؟ هو اول حل بالنسبه له الحل الجماعي مش الحل الفردي. انا ما بفكرش في ان انا هعمل ايه لنفسي، لا انا اول حاجه عندي الحل الجماعي، اتقفل اروح للحل الفردي. البعض بيروح للحل الفردي قبل ما بيروح للحل الجماعي، فهنا دي ميزه القندوسي ونتمنى ان هو يستمر عليها. هو لسه طبعا احنا اكيد قندوسي يعني ما قالوش لسه مع النادي الاهلي، ما كملناش حتى شهر لسه يعني دي. لسه ما فيش يعني، فاحنا عايزين برضو نبقى يواش عليه، يعني مش عايزين يعني ايه نحمله مسؤوليه اكبر اكيد اكبر منه. بس هو لغايه دلوقتي مش بشكل مميز وعامل علاقه كويسه مع الجماهير. واللي هيعمل بص يا محمد تكون صريح مع بعض، الجمهور في الوقت الحالي في وجهه نظري هيفتح لينك مع اي لاعب يلعب للفريق يلعب جماعي. اي حد هيلعب جماعي واي حد هيدي الفريق جهد وهيدي عرق وهيدي مجهود وهيدي افكار للمجموعه ده اللي هيكسب، اللي هيكسب حب الجماهير حتى لو غلط، وهيتحط له اعذار وهتتحط له مبررات وكل حاجه تتحط له زي علي معلول كده النهارده. اكيد علي معلول وصل لدرجه مع جمهور النادي الاهلي ثقة. ليه؟ لان انت حاسس ان هو فعلا بيوظف الحل الجماعي قبل الحل الفردي. العكس تخسر، حتى لو انت في قرارة نفسك حاسس انك ممكن تجيب جون يفرح الجمهور، لكن اعمل حساب ان بكل امانه في الرياضه عامه الحل الفردي بيخسر عن الحل الجماعي. طب تقييمك لشادي حسين في الوقت اللي نزل فيه مكان محمد شريف؟ احنا قلنا شادي مجتهد للغايه، وشادي برضو احنا بنتكلم من نوعيه المهاجمين الكلاسيكيين، وشادي هو ربما يعني بيكون يعني بدايته كان جاي في وسط ضغط ان اي حد في وجهه نظري جاي بعد مروان محسن عنده مشكله ان هو عايز يثبت ان انا مش يعني مش نفس النوعيه. وخصوصا كمان ان محمد شريف بعد ما عمل كام موسم يعني كويسين جه حس بهبوط في الاداء، فبقت الناس تقول ان راس حرب النادي الاهلي لسه ما عندناش راس الحربه اللي احنا نثق فيه 100%. شادي حسين حاول عمل مجهود كويس جدا داخل منطقه الجزاء ومجتهد وبيحاول ان هو على قد ما يقدر يعني يفيد الفريق، بس ستيل لسه انا في وجهه نظري هو محتاج يبقى متواكب مع اداء الفريق اللي احنا برضو ستيل بكل امانه خلينا نتكلم بصراحه ما نقدرش
نقول ان احنا وصلنا لدرجه عاليه فيه. احنا ما زلنا لغايه النهارده حلولنا يعني بتفتقد حاجات كتيره. ماشيين بشكل كويس, وتاني الفوز مهم, بس شادي حسين طبعا مهم مهم جدا, والهدف الثالث حلو. يعني بقول لك ايه حلاوه الهدف الثالث, ان هو جماعي. شفت جمله في اكثر من لمسه, وجمله في جمله اتعملت حلوه, وازاي النهارده فرضنا مساحه ورفض خليل لعيب ناشئ طلع نفسه بره الرقابه الدفاعيه وحط الكره بسهوله. فكل الحاجات دي يا محمد انا في وجهه نظري ما زال لسه لعيب النادي الاهلي محتاجين مباريات, ومحتاجين في وجهه نظري تثبيت تشكيل. انت فاهم طبعا بيخلي الاداء يعني يتحسن في استمراريه. لكن احنا كل مباراه هنغير 3 او 4 لعيبه. احنا دايما بنقول الفرقه الكبيره بتغير في يعني في فتره البيك بتاع الموسم لازم تغير في مركز او 2, تغير في 3 او 4 وساعات 5 وساعات 6. سواء راجل معذور, انت عندك ماتش المقاولين الجاي هيضطر برضو يغير في 5-6 ونص. بص معلش كده بقول لك, في الاخر في الوقت الحالي كان مهم جدا تحقيق اول انتصار في دور المجموعات. احنا لغايه النهارده ما كسبناش, صح؟ فده كان شيء مهم, ومحتاجين الروح دي نروح بيها بريتوريا باذن الله. ماتش بريتوريا انت هتلاعب, احنا شفنا حريفه الكوره في افريقيا حاليا. بصراحه يعني بدون منافس كمان. سؤال اخير واجابه سريعه عشان وقتنا يا كريم. الجزئيه اللي دفع فيها كولر بمجموعه من الناشئين, اولا نزل احمد نبيل كوكا, نزل محمد اشرف, نزل كمان رأفت خليل. بيتكلم 3 تغييرات من الخمس تغييرات, الاهم فيها ان هم لعيبه كلهم تحت السن. طبعا شيء جيد انت تديهم خبره وما تحطش عليهم ضغط. مش لازم اللعيبه الشباب دول ينزلوا وقت ما النادي الاهلي بيبحث عن انتصار, بيبقى وقت صعب جدا جدا نفسيا وضغط عصبي شديد جدا. كنت اتمنى بس بصراحه برضه اشوف برونو سافيو. يعني برونو سافيو احنا شفناه على دكه البدلاء بعد فتره طويله من الغياب, كنت اتمنى اشوفه في الملعب. بس اكيد طبعا كولر عنده, كولر قال جمله مهمه قوي في المؤتمر, قال لك انا كنت بكمل القائمه عشان الغيابات كتير. اوكي بص, في الاخر ان هو حتى في الاخر كنت متفق على شيء. كولر هو حر. يعني هو في الاخر هو حر في اختيار من يمثل الفريق سواء كاساسي او كبديل, ده امر لا خلاف عليه. وطبيعي ان هو النهارده انتصر 0 مهما تقعد تتكلم, يقول لك انا منتصر. يعني صحيح موضوع منتهي. وبكل امانه الوقت الحالي احنا مش محتاجين ديبيت كتير, احنا محتاجين ان احنا نبوش السفينه لقدام عشان ماتش تاني يوم السبت بتاع بريتوريا. كريم انا بشكرك, ميرسي يا محمد, وبالتوفيق يا رب للاهلي, وان شاء الله نلتقي بقى مع موقع بريتوريا باذن الله. شكرا لحضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده, وحلقه النهارده كانت شامله ووافيه بخصوص مباراه الاهلي والقطن الكاميروني, وان شاء الله باذن الله تكون 4 نقاط في البدايه قبل موقعة بريتوريا بعد اسبوع, وان شاء الله هتكون انطلاقه قويه من جنوب افريقيا. الى اللقاء.